إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله تعالى وبياكم أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الرمضاني بهجة القرآن. وقلنا إن بهجة القرآن جاءت من حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا رؤيت عليه بهجته، إذا قرأ القرآن ورؤيت عليه بهجته. فالقارئ القرآن تظهر عليه بهجة القرآن ونضارة القرآن وحلاوة القرآن، لا شك في هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين هم من قراء القرآن الكريم والذين تظهر عليهم بهجة القرآن، وأن يبقوا في هذه البهجة إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى وهو عنهم راض. اليوم إن شاء الله عندنا سورة الغاشية، نقرأها ثم بعد ذلك نعلق على ما جاء فيها من معان وتنبيهات وأحكام، ثم نأخذ مراجعة شاملة لما سبق أن درسناه من أحكام التجويد، ثم نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم التي وصلتنا عن طريق الهاتف أو عن طريق الواتساب بإذن الله. ونبدأ الآن من أول سورة الغاشية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. بارك الله فيكم وفتح الله عليكم. إخواني أو بناتي وأبنائي وبناتي، عندنا سورة الغاشية سبق أن تكلمنا عن الانشقاق، النازعات، التكوير، الانفطار، كل هذه أشياء تحدث يوم القيامة. الغاشية هي اسم من أسماء يوم القيامة، وسميت بذلك لأنها تغشى الناس بأهوالها، تغشى يعني تغطي الناس بأهوالها بما يحدث فيها من
انشقاق الشمس أو عفوا الشمس تكور والنجوم تنكدر يعني تتساقط والجبال تصير هباء منثورا، أهوال شديدة فسميت الغاشية لأجل ذلك. فيقول: هل أتاك يا محمد صلى الله عليه وسلم، هل أتاك حديث الغاشية؟ هنا هل بمعنى قد، يعني قد أتاك حديث الغاشية. ما هو؟ وجوه يومئذ خاشعة، يعني في ذلك الوقت في ذلك اليوم الوجوه تكون خاشعة، يعني هكذا ذليلة، لا يكون هناك أحد خلاص شايف نفسه، وإن كان من كبراء أهل الدنيا كل الناس كل الوجوه خاشعة ذليلة عاملة ناصبة، حتى يعني في هناك اللي هي وجوه الكافرين خاشعة وذليلة عاملة ناصبة، يعني تساق في الحديد والسلاسل، تصلى نارا حامية، حامية نار شديدة الحرارة، تذوق هذه النار الشديدة الحرارة، تسقى من عين آنية، ويشربون من عين فيها ماء مغلي، عين حامية وشديدة الحرارة. يقول: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ليس لهم طعام إلا من ضريع. ضريع هذه الحشائش والأشياء والطعام الخبيث الذي تستنكف البهائم أن تأكل منه لخبثه، يعني حتى البهائم والحيوانات لا يأكلون منه لأنه طعام سيء جدا. فهذا هو طعام أهل النار، هذا الضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني لو أكله خلاص انتهى جوعه وسد جوعه، لا خلاص هو حتى لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يشبع. وجوه يومئذ ناعمة، هذا على المقابل، يعني هناك وجوه يومئذ خاشعة ذليلة، هنا وجوه يومئذ ناعمة اللي هم المؤمنين لسعيها راضية، يعني ما سعته في الدنيا تكون بسبب ذلك راضية يوم القيامة. طبعا احنا نعرف أن المؤمن يقدم ما يستطيع في هذه الدنيا، يا ليتني قدمت لحياتي، يقدم لحياته اللي هي الأخرى، يعني هنا في الآية يا ليتني قدمت لحياتي، مش حياتي اللي هي الدنيا، الآخرة قدمت لها حتى أستطيع أن أتنعم فيها. فهذا يسعى في الدنيا، وهذا السعي هو بالصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر وقراءة القرآن وبر الوالدين ومساعدة الأرامل والأيتام والفقراء والمحتاجين والتعليم والتأليف والوعظ والسعي إعمار الأرض، كل واحد يشتغل شغله يتقن فيه، الطبيب يتقن طبه والمهندس يتقن والشرطة عامل الشرطة يتقن عمله، وطبعا كل واحد صحيح، فكل واحد يتقن عمله، هذا من السعي في إعمار الأرض، يعني الآن في عملك أنت في عبادة، فهذا سعيك في الأرض بسبب أنه هو أتقن، بسبب أنه هو أدى فرائض الله سبحانه وتعالى، انتهى عن ما حرمه الله، يكون يوم القيامة راضيا. طيب واحد لم يؤدي شيئا، لا صلاة صلى ولا زكاة أخرجها ولا قرآن فتحه، وحتى خلق سيء مع الناس كلها، وحفي وظيفته غير مجتهد، هذا يأتي يوم القيامة ضايع. فلا زال كل واحد في الدنيا في الفرصة، حتى وإن بقي له يوم هو في الفرصة فليدرك. يقول: في جنة عالية، جنة فوق كذا، لا تسمع فيها لاغية، اللغو من الباطل والكلام والهذيان، لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع هذا الايه الكلام الفاحش والبذيء واللغو والهذيان والباطل، فيها عين جارية، الماء يجري هكذا، يعني هذا من جمال المكان طبعا لا شك، لأن أنت تذهب وتجلس على ضفاف الأنهار حتى تسمع الماء وهو يجري. فيها سرر مرفوعة، السرر والأماكن التي يجلسون عليها تكون مرفوعة، وأكواب موضوعة، الأكواب الموضوعة يعني الكوب هو الذي ليس له عرن، يعني ملوش تمسكه، لا يعني تمسكه هكذا يعني، وهي موضوعة على حواف الأنهار معدل الشرب، يشربون مباشرة. الله الله.
ونمارق مصفوفة، يعني وسادات مخدات، يعني النمارق هي الوسادات والمخدات مصفوفة هكذا يجلسون ويرتاحون، وزرابي مبثوثة يعني بسط وتنافس مبسوطة ومفروشة، سجاجيد كده مفروشة. ثم يسأل العرب، لأن الخطاب القرآني يوجه الخطاب للعرب صحيح، فيكلم العرب بما يعرفون، يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الإبل اللي هي الجمال، الجمل كده تلاقي عنده سنام كده في ظهره ورقبته هكذا وعالي وينزل ويخرج، فهذا لشدة خلطتهم بهذا يكلمهم الله بما يفهمون، يعني أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، كيف خلقها الله سبحانه وتعالى، وإلى السماء كيف رفعت، السماء كيف هكذا رفعها الله من غير أعمدة صحيح، وإلى الجبال كيف نصبت، كيف نصب الله هذه الجبال وجعلها هكذا واقفة وضخمة وكبيرة، وإلى الأرض كيف سطحت، يعني مدت وبسطت مسطحة مهيئة لأن نعيش عليها، لأن لو كانت الأرض مائلة هكذا كيف نعيش عليها، نسقط، فالأرض لا مسطحة هكذا بسطها الله سبحانه وتعالى، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. يعني هنا يخاطب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد فيقول ذكر يا محمد إنما أنت مذكر، ذكرهم بهذه النعم، ذكرهم بآلاء الله يعني نعم الله، ذكرهم هذه مهمتك، إن عليك إلا البلاغ، بس تذكرهم بهذه النعم وبما أنعم الله عليهم وبأن هناك جزاء وحساب وكذا، لست عليهم بمسيطر. والله إلا يؤمن أو يكفر، هذه ليست مهمتك، أنت لست مسيطرا عليهم تجعلهم يؤمنون ب، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لا خلاص أنت تبلغ ولست مسيطرا عليه، إلا من تولى وكفر، فهذا الذي تولى وكفر ولم يسمع الموعظة والتذكير فيعذبه الله العذاب الأكبر اللي هو عذاب القيامة، عذاب الآخرة، في العذاب الأصغر اللي في الدنيا اللي هو بالقتل والأسر والتشريد وكذا، وفي العذاب الأكبر في سورة السجدة يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، لكن طبعا هذا الموضع اللي في سورة السجدة يثبت عذاب الإيه؟ عذاب القبر، العذاب الأدنى اللي هو عذاب القبر دون العذاب الأكبر اللي هو الجهنم والعياذ بالله والنار. فإن إلينا إيابهم، يعني سوف يرجعون، إيابهم يعني رجوعهم، إن إلينا رجوعهم فسيرجعون إلى الله، ثم إن علينا حسابهم، ثم سيحاسبهم الله على هذا الكفر والتولي والبغي والطغيان في الأرض والسعي فيها بالفساد. بارك الله فيكم، هذه كانت معاني الآيات. طيب احنا في الحلقات السابقة من الذي يذكر عن ماذا تكلمنا؟ تكلمنا عن أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم والنون المشددتين وعن أحكام الميم الساكنة، وقلنا إن أحكام الميم أو أحكام النون احنا نعيد حتى إيه نحفظ، يعني أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة: الإظهار، الإدغام، الإقلاب، الإخفاء. جميل، هذه أربعة أحكام. فالإظهار هو النون الساكنة أو التنوين جاء بعدها واحد من حروف الإظهار الحلقي، حروف الحلق، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. والحكم الثاني وهو الإدغام في حروف كلمة يرملون، إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين بعدها واحد من حروف يرملون فإننا ندغمها، ثم نقسم يرملون إلى قسمين: ينمو بغنة، واللم والراء بغير غنة. من يعمل مثلا من ربهم، هذه من غير غنة. وقلنا إن شرط الإدغام أن يكون في كلمة واحدة، فإذا جاء في كلمتين عفوا، شرط الإدغام أن يكون في كلمتين،
يعني النون الساكنة في كلمة وحرف الإدغام في كلمة بعدها أول الكلمة التي تليها. فإذا جاء في كلمة واحدة اللي هي النون الساكنة وحرف الإدغام يمتنع الإدغام ونسميه الإظهار المطلق. وهذا قد جاء في كلمة صنوان بنيان قنوان الدنيا أربع كلمات. والحكم الثالث هو ماذا؟ الإقلاب. وقلنا أن الإقلاب هو أن يأتي حرف النون الساكنة أو التنوين وبعده حرف واحد وهو الباء ميم بعد هكذا، فنقلب النون إلى ميم. وبقية حروف الهجاء الخمسة عشر تذهب إلى الحكم الأخير وهو الذي يسمى الإخفاء، وهو الإخفاء الحقيقي. فجمعها الإمام الجمزوري رحمه الله في قوله صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقن ضع ظالما الحرف الأول من كل كلمة، فإننا نخفي النون الساكنة أو التنوين عند الحرف الذي بعدها. مثلا من تاب، التاء هذه من حروف الإخفاء فنخفي النون نقول من تاب، وكيفيته أن يكون بين الإظهار والإدغام. هذا باب أحكام النون الساكنة والتنوين. الباب الثاني قلنا النون والميم المشددتين المشددتين نون أو ميم عليها شدة ماذا نفعل فيها؟ نغنها، نزيد الغنة. فإذا وجدت نونا أو ميما في القرآن الكريم عليها شدة فزيد الغنة من الجنة والناس ثم أنتم، فتنتبه إلى هذا. هو حكم سهل، والنون والميم يشتركان في هذا الباب. ثم الباب الثالث هو أحكام الميم الساكنة. أحكام الميم الساكنة، قلنا الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام. فإذا الفرق بين النون الساكنة والميم الساكنة إن هذه لها أربعة أحكام وهذه لها ثلاثة أحكام. فالميم لها ثلاثة أحكام: الإخفاء الشفوي والإظهار والإدغام الشفوي الذي يسمى المثلين والإظهار الشفوي، الإدغام الشفوي والإظهار الشفوي، فيكون إدغام إخفاء إظهار شفوي كلها، سمينا شفوي بسبب أن هي تخرج من الشفتين. فإذا جاء بعد الميم الساكنة حرف الباء هذا إخفاء شفوي، ترميهم بحجارة، ميم بعدها باء ترميهم ب، فأنا أخفي هنا إخفاء شفوي. وإذا جاء بعد الميم الساكنة ميم متحركة فهذا يسمى إدغام مثلين، فأدغم الميم الأولى في الثانية، أقول ولكم ما كسبتم، ولكم ما، لكم ما، اسم إدغام متماثلين صغير. والميم الساكنة بعدها بقية حروف الهجاء كلها إلا الميم والباء طبعا، لأن الميم راحت للإدغام والباء راح للإخفاء. فالميم الساكنة بعدها جميع حروف الهجاء هذا يسمى إظهار شفوي، يعني نظهر الميم، يعني ننطقها هكذا، نقول غير المغضوب عليهم ولا أنعمت، أنعمت عليهم ولا الضالين، هم فيها خالدون. هنا لا أخفي، لا أقول هم فيها، غلط، لأن الفاء من حروف الإخفاء الإظهار الشفوي، فأظهر الميم أقول هم فيها خالدون. شايف سهلة، سهلة جدا الأحكام. طيب قلنا بعد ذلك إن إحنا تكلمنا عن اللامات، وقلنا أل التعريف هذه التي تأتي في أول الكلمة إما أن تظهر وإما أن تدغم، فنظهر أل التعريف وتسمى اللام القمرية إذا جاء بعدها واحد من حروف إبغي حلجك وخف عقيمه، وهي 14 حرفا، إبغي حلجك وخف عقيمه. فإبغي مثلا تقول الأرض، الهمزة الأرض، فأنا أظهرت. طب في الجيم مثلا أقول الجنة، الجنة، ولا أقول الجنة،
الجبال ولا أقول الجبال الغاشية، لا أقول الغاشية، هذا لا يفعله أحد طبعا، هم كثيرا ما يخطئون في الجيم. فإذا أظهرت هذه اللام تسمى اللام القمرية، وأعرف إظهارها بما بعدها. إذا جاء بعدها واحد من الـ14 حرف اللي هم ابغي حجك وخف عقيمه. وإذا جاء بعد اللام الشمسية واحد بقية الحروف الأخرى، يعني إحنا عندنا حروف الهجاء 28 حرف، صحيح؟ 28 حرف. فهذه 28 حرف نقسمها قسمين، تكون كم؟ 14 هنا و14 هنا، نصهم للام القمرية ونصهم للام الشمسية. فاللام الشمسية التي تدغم فيما بعدها في حروف إيه؟ طبعا هيكون زي حرف الإخفاء كده، صف ذا ثنى، هذا البيت الحرف الأول من كل كلمة، نقول طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم، حرف الأول من كل بيت. هذه حروف اللام الشمسية فأدغمها، صحيح؟ مثلا الطاء يقول الطيبون للطيبات، الطيب، ولا أقول الطيب، لا أظهر اللام الطيب، لا أفعل هذا، وإنما أدغمها في الحروف الـ14 التي ذكرناها. فهذا هو مراجعة سريعة لما مر معنا. ربما نحن ننظر في الآيات ونستخرج منها بعض الأحكام التي شرحناها، يعني نمر على الآيات مرورا سريعا. يقول هنا هل أتاك حديث الغاشية، الغاشية هذه لام قمرية لأنها من بعدها ال بعدها الغين، الغين من ابغي حجك موجودة، فهذه تظهر الغاشية. وجوه يومئذ، هذه وجوه تنوين بعده ياء، فماذا؟ يرملون إدغام بغنة في ينمو، قل وجوه يوم، يومئذ خاشعة تنوين بعده الخاء فأنا أظهرها، فأقول يومئذ خاشعة، أظهر التنوين لأن الخاء من حروف الإظهار، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. عاملة ناصبة تنوين بعده نون فأنا أدغم، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، نارا تنوين بعده حاء والحاء من حروف ماذا؟ الإظهار، فأظهر التنوين أقول تصلى نارا حامية. كذلك تسقى من عين، إظهار بعد العين، عين آنية، كذلك إظهار تنوين بعد همزة. ليس لهم طعام، ليس لهم طعام، هذه ميم ساكنة، دي أحكام الميم الآن نذهب إليها. ميم ساكنة بعدها الطاء، والطاء من حروف ماذا؟ الإظهار الشفوي، لأن احنا قلنا الإظهار كل الحروف إلا الباء والميم، الباء راحت للإخفاء الشفوي والميم راحت للإدغام المتماثلين. ليس لهم طعام، طعام إلا تنوين بعد همزة إظهار، من ضريع، من ضريع نون ساكنة من بعدها الضاد فهي إخفاء حقيقي، من ضريع، ففي فرق بين الحقيقي والشفوي في الإخفاء، الإخفاء الحقيقي للنون والإخفاء الشفوي للميم. لا يسمن ولا يغني من جوع، كذلك من جوع هذا إخفاء حقيقي. وجوه يومئذ ناعمة، هذا في وجوه يوم تنوين بعد ياء إدغام بغنة، وجوه يوم، يومئذ ناعمة تنوين بعد نون يومئذ ناعمة، لسعيها راضية في جنة عالية. طبعا نحن لو وصلنا وقلنا يومئذ ناعمة لسعيها، ناعمة تنوين بعدها لام إدغام بغير غنة، فأقول ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، إظهار جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، عين جاء إخفاء عين جارية، فيها سرر مرفوعة، كذلك تنوين بعد الميم، سرر مرفوعة، أكواب موضوعة، هذا إدغام بغنة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، الإبل هنا
الهمزة المكسورة التي جاءت بعد أل التعريف تجعل هذه اللام لاما قمرية لأنها واحدة من حروف إبغي حجك وخف عقيمه، فنظهر اللام فنقول الإبلي. وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كذلك لام قمرية كيف نصبت، وإلى الأرض قمرية كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. شايف إنما هذه نون مشددة، فإذا وجدت النون التي عليها شدة في إنما ماذا نفعل فيها؟ غنى، فذكر إنما أنت مذكر. وأنت النون هنا ساكنة معرى من الحركة، ليس عليها حركة، فإذا كانت معرى من الحركة معناها أن هي ساكنة كما ذكرنا. أنت مذكر إخفاء شفوي، عفوا إخفاء حقيقي لأنه في النون. لست عليهم بمسيطر، ميم بعدها باء، ماذا أفعل؟ ماذا نفعل؟ هذا أحكام الميم، ميم ساكنة وبعدها حرف الباء، هذا إخفاء شفوي، فأنا أخفي الميم عند الباء. لست عليهم بمسيطر، بمسيطر بالصاد. ماذا لو كانت النون هي مكان الميم، يعني نون بعدها باء؟ هذا إقلاب، فانتبه إلى الفرق بين النون والميم. إلا من تولى وكفر، من تولى هذا إخفاء، فيعذبه الله العذاب الأكبر، العذاب الأكبر لم قمرية. إن إلينا هذا نون مشددة إلى بهم، ثم إن هذه ميم مشددة حكم الغنة علينا حسابه. فهذه غالبية الأحكام التي في سورة الغاشية. الآن إن شاء الله نخرج إلى فاصل ثم نعود لاستقبال المشاركات والاتصالات، بارك الله فيكم. لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، معنى القول الطيب هذا يا أستاذي علمنا. لا معبود بحق يدعى إلا الواحد وهو الله، أخلص أعمالك لله لا تشرك أبدا بالله، أفلح من دوما ناجى في كل الأحوال دعاه وأناب إليه ورجى فامتلأت بالخير يداه. لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، معنى القول الطيب هذا يا أستاذي علمنا. كم عبدوا من غير الله شمسا قمرا شجرا حجرا، هي خلق من خلق الله، وعجب ممن عبدوا البشر، من يعبد من دون الله، هل خلق من الكون حصاه، هل يملك ضرا أو نفعا، هل يملك موتا وحياة. لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، معنى القول الطيب هذا يا أستاذي علمنا. سبحانك سبحان الله لا إله إلا الله، وفقني لأداء صلاتي وصيامي وأداء زكاتي وعباداتي طول حياتي خالصة دوما لله. حي أهلا بكم مرة أخرى أبنائي وبناتي، الآن دوركم في أن نستمع إليكم وأن نستقبل مشاركاتكم. معنا المشاركة الأولى من عبد العزيز
اتصال من عبد العزيز من السعودية. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عبد العزيز هنا، لا تقول الشيطان، تسمعني يا عبد العزيز؟ لا تقول الشيطان، ها لا تقول الشيطان، لا تمد، من الشيطان الرجيم. طيب انقطع الاتصال. طيب نأخذ الآن مشاركة أخرى. مين معنا؟ حمزة من مصر. طيب السلام عليكم. أنا حمزة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث غاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. أحسنت يا حمزة، ما شاء الله تلاوة جميلة، إن شاء الله كذا تكبر وتكون من أهل القرآن إن شاء الله تعالى. رجعنا إلى عبد العزيز مرة أخرى. عبد العزيز السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا عبد العزيز، يلا بسم الله تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هنا يا عبد العزيز، هنا لا تزد الغنة، لا تقول نار. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. بارك الله فيك يا عبد العزيز، أحسنت. هنا لما تقول نار تصلى نارا حامية لا تزيد الغنة في الإظهار، نارا حامية، فبمجرد أن يقرع اللسان مخرج النون تكون قد نطقت النون، تصلى نارا حامية، لا تقول نارا حامية، فانتبه إلى ذلك بارك الله فيك. طيب كذلك بصائر من السودان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا يا بصائر، كيف حالك؟ الحمد لله. يلا تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقول بسم الله، بسم الله. بسم الله. تسمعيني يا بصائر؟ بسم الله.
أتاك حديث القاشية مصرها وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة ناصبة عاملة ناصبة تصلي نارا حامية تصلى نارا تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية نارا حامية نارا تصلى نارا حامية تسقى تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع يسمن من جوع. طيب يا بصائر أحسنتي، بارك الله فيك، إن شاء الله تستمعين إلينا وتتابعي أيضا حتى يعني تتعلمي التشكيل الصحيح، فتح الله عليك. ساجد من سوريا من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا ساجد، كيف حالك؟ بالله الخير. تفضل يا ساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أحسنت يا ساجد، بارك الله فيك، ما شاء الله تلاوة كمان جميلة وممتازة ومتقنة، فتح الله عليك. معانا سارة من مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوع. طيب أحسنتي يا سارة. هنا يا سارة قولي يومئذ خاشعة، يومئذ خاشعة من غير زيادة الغنة في التنوين، يعني لا تقولي يومئذ خاشعة، ما فيش غنة هنا زيادة، ماشي؟ خليها بس على طول يومئذ خاشعة. ليس لهم طعام، الطاء هنا يعني قوية، يعني ليس لهم طاء طاء، لا تقولي تاء تاء، لا خليها كده قوية. طعام وراضية كذلك، الضاد حرف قوي، لسعيها راضية، لا تقولي راد را را أو رادية مثلا بالدال، لا خليها الضاد قوية كذا زيك، ما شاء الله يا سارة أحسنتي.
طيب معانا بلال من سوريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أحسنت يا بلال، ما شاء الله تلاوة ممتازة. هنا بلال ربما إن أكون أنا سمعت خطأ وأنت قرأت صحيحا، لأن أنت ما شاء الله متقن. تصلى نارا حامية، تصلى تصلى، اللام مرققة، لا تجعل فيها شبهة التفخيم، لا تقول تصلان أو تصلان، يعني أولها يكون مفخم، يعني اجعل اللام كلها مرققة. أنت رققت يعني، بس ربما أن أنا سمعت شيء من التفخيم، فبارك الله فيك وفتح الله عليك. آيات من مصر. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. ماشي آيات جميلة ما شاء الله تبارك الله. ليس لهم طعام إلا من ضريع، شايفة كده يا آيات؟ هذا يسمى الإخفاء يعني. فنقول إيه؟ لا نقول ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا، قولي من ضريع. بارك الله فيك. معنا أبو بكر كذلك من مصر. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية. أحسنت يا أبا بكر، ما شاء الله تلاوة جميلة. فانتبه فقط في وجوه يومئذ خاشعة، يومئذ خاشعة، هذا إظهار، وأنت ربما أنك أخفيت لكن من غير غنى، قلت يومئذ خاشعة، شايف؟ لا، الإظهار كيفيته أن اللسان يطرق ويقرع مخرج النون، يومئذ خاشعة، يومئذ خاشعة، يا لا تقول يومئذ خاشعة. فانتبه إلى هذا التنبيه الدقيق، طبعا أنا نبهتك عليه لأني أنت رجل دقيق يعني، إن شاء الله تعالى. إلياس من المغرب. أعوذ بالله
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أحسنت يا إلياس ما شاء الله. لكن انتبه يا إلياس إن الضاد لا تخرج لسانك فيها، لا تقول ليس لهم طعام إلا من ضريع، ضاء، لا ضاء، ضريع. كذلك لسعيها راضية، لا تقل راضية، يعني شبهة الضاء ابعدها، لسعيها راضية. فتدرب على الضاد ولا تخرج لسانك فيها. حفظك الله وبارك الله فيك. أنس من مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أحسنت يا أنس بارك الله فيك وفتح الله عليك. عاملة ناصبة، هات الإدغام بغنة هنا. وكذلك ليس لهم طعام إلا من ضريع، ضريع، ري، الراء هنا مكسورة مرققة، لا تفخم، لا تقول ضريع ري، لا ري ري، ضريع. بارك الله فيك وفتح الله عليك. طيب أبنائي وبناتي، الآن نريد أن ننظر من الذي فاز معنا بالمشاركة. وفاز أو كان أفضل مشاركة عندنا لهذا اليوم في تنافس صحيح، لكن أفضل الأفضل هو ساجد من السعودية، وفتح الله عليك يا ساجد ومبارك عليك وزادك الله توفيقا وعلما، اللهم آمين. إن شاء الله مقررنا يكون سورة الفجر ليوم غد بإذن الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.